لا تزال محاولات السيطرة على مقر سلاح المدرعات في العاصمة السودانية الخرطوم تتصدر المشهد في السودان، حيث وصفها العديد من المراقبين بأم المعارك. ويقع المقر بمنطقة الشجرة العسكرية جنوبية العاصمة الخرطوم على مساحة 20 كيلومتر مربع، وتكمن الأهمية الاستراتيجية للمقر في المعركة كونه يعد بوابة السيطرة على مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يقع في نقطة فاصلة بين تمركزات قوات الدعم السريع ومقر القيادة العامة. مراقبون يرون أن السيطرة على المقر تعد نقطة فاصلة في سير الحرب، إذ يرون أنه فعال في ترجيح كفة المعركة للطرف الذي يسيطر عليه لما له من قوة ضاربة. ويحتوي المقر على 3 كتائب من الدبابات من طراز T-55، أي نحو 40 دبابة، فضلا عن كتيبة دبابات من طراز T-72 وكتيبة دبابات من طراز T-90، بالإضافة إلى لواءي مشاة آليين بناقلات مدرعة من طراز BTR، وكذلك كتيبة مشاة ميكانيكية، كما يمكن استخدام أرض المقر كمهبط آمن للطائرات الهجومية الخفيفة. كما يمثل المقر قاعدة إطلاق مدفعي لضرب تجمعات القوات والأهداف داخل الخرطوم. وتهاجم قوات الدعم السريع المقر باستخدام معظم أنواع الأسلحة انطلاقا من 3 محاور بعد محاصرته لفترة طويلة. وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها قوات الدعم السريع السيطرة على هذه القاعدة العسكرية منذ بدء القتال مع الجيش في أبريل الماضي.